عريس متقدم لي، والده داعي في جماعة التبليغ والدعوة، هل أوافق على رؤية شرعية أم أرفض؟ انظري إلى الولد، ما شأن الولد؟ ما شأن الولد؟ هل هو مطيع لله ورسوله؟ وما شأنك؟ فإذا كنت حريصة على العلم الشرعي لن يتوافق معك. الزواج به جائز لا ريب، لكن لن يتوافق معك ولن ترضي بصنيعه.